جوليا العروس المخطوفة طلقها زوجها في ليلة زفافها وأخفاها عن أهلها. إسمهان أو جوليا كما سمتها أمها شابة جزائرية تبلغ من العمر 17 سنة. تزوجت من شاب بعد إصرار منه على الارتباط بها. الشاب ارتدى ثوب الأخلاق والالتزام طوال فترة الخطوبة، وبعد أن أتم كل إجراءات الزواج المدنية تغيرت تصرفاته بشكل غريب. اختعني بلا ما كان يسلم علي يقولي من عزيزة. فمنع جوليا من زيارة أهلها ورؤيتهم وحتى التواصل معهم عبر الهاتف. يا أبو من السبب باش أنا يحبس بنتي ما نشوفهاش ولا ما نقدرش. نهار كيفاش نهار كنت كانت في الدار تعيط لها في التليفون تهضر معها تقصر معها. نهار العرس غدوة من ذاك نحيت لها لابيس كسرت لها نحيت لها التليفون. علاه؟ باش من السبب. بعد أن شكت والدتها في الأمر قررت رفع دعوى قضائية على زوج ابنتها. وهنا كانت المفاجأة. احنا دخلنا الأولين هما جاو راجلها منا والخدامة تاع لاكريش منا وبنتي تعوج ما تقدرش تمشي. راكي متأكدة من هذا؟ متأكدة. توحشتها حبيت نضمها حبيت نسلم عليها ما تقولناش ما خلاوتيش. هي تقولي ماما ماما دير هكذا ماما ما تقدرش تهضر. ما تقدرش تهضر. جوليا لم تعد تلك الفتاة المحبة للحياة لدرجة أنها لم تتعرف على أهلها. والدا الفتاة صرحا أنهما تعرضا للتهديد من قبل صهرهما والذي ادعى أيضا العصمة. بدا يهدد هو قال لي هذا اللي دار بنتي وباباه قال لي لابوليس تاعي بدواو تاعي أنا ندني بدواو. قال لي ما كانش لي عنده هضرة في بدواو فوقي ما كان المحكمة تاعي ما كانش لي هضرة تاعي أنا الكل في بدواو. شيخ قال تعرفوا تمشوا مع وليدي وتوليوا تعبدوه وكذا منا احنا العبادة إلى الله. كل شكوك أهل العروس توجهت نحو السحر نظرا لتصرفاتها الغير طبيعية. الشابة جوليا لا تزال مختفية إلى حد الساعة ومصيرها يبقى مجهولاً.